أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يعزي أولاند في ضحايا الحوادث الإرهابية الغاشمة في باريس. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، حيث قدم الرئيس باسم الشعب والحكومة المصرية خالص التعازي لشعب وحكومة الجمهورية الفرنسية في ضحايا الحوادث الإرهابية الغاشمة التي وقعت مساء أمس في باريس، معربا عن تضامن مصر الكامل مع فرنسا وتعاطفها مع أسر الضحايا والمصابين. الرئيس يلتقي بمجموعة من رؤساء كبريات دور النشر العالمية. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بمجموعة من رؤساء كبريات دور النشر والشركات التكنولوجية المعنية بإتاحة العلوم المعرفية والتعليمية والموسوعات الكبرى على شبكة المعلومات الدولية. ذكر الرئيس أن ضعف مستوى التعليم وغياب الوعي الصحيح إزاء العديد من الموضوعات الخاصة بالثقافة والخطاب الديني يعدان من أسباب التطرف والإرهاب، وأكد الرئيس على أن كافة الأديان تحض على القيم السامية وتحرم الإذاء بكافة صوره سواء كان معنويا أو ماديا. مجلس الوزراء يدين الأحداث الإرهابية التي وقعت في فرنسا. أدنى مجلس الوزراء الأحداث الإرهابية المؤسفة التي وقعت في فرنسا، معربا عن خالص التعازي لأسر الضحايا من المواطنين الأبرياء، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء العاجل. وشدد مجلس الوزراء على أن تلك الجرائم الإرهابية تعيد التأكيد على أن الضرورة باتت ملحة وعاجلة لأن تتكاتف كافة دول العالم لوضع حد لهذا الإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا وطن. إسماعيل يستكمل زيارته للوزارات لوضع تصور لبرنامج الحكومة. استكمل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل زيارته الميدانية إلى مقر وزارات التعليم العالي والشباب والرياضة، وتأتي هذه الزيارات في إطار وضع تصور متكامل لبرنامج الحكومة ورؤيتها خلال المرحلة المقبلة التي تقوم على خطة عاجلة وأخرى قصيرة الأجل. وستستمر هذه الزيارات حتى 22 من نوفمبر الجاري بهدف وضع الرؤية المستقبلية وصياغة برنامج عمل الحكومة في شكله النهائي، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يدين حادث تفجيرات باريس الإرهابية. أدان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة العملية الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس، قائلا الإرهاب لا دين له ولا وطن. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي عقد اليوم في قاعة المؤتمرات الكبرى بالأقصر، والذي أقيم تحت عنوان رؤية الأئمة والدعاء لتجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف. رياضيا، اتحاد الكرة الفرنسي يعلن إقامة المباراة الدولية مع انجلترا في موعدها. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إقامة المباراة الودية المقبلة بين منتخبي فرنسا وانجلترا يومي الثلاثاء في موعدها المحدد. منتخب مصر يخسر أمام منتخب تشاد 1-0. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.